توب ستوريز اليوم مع زياد ابي شاكر مهندس بيئي، وموضوعنا طبعا ترحيل النفايات يلي ما بعرف هالاسبوع ما بقى سمعنا فيه كثير بلكي لانه عجقه عيد، ولكن هل الترحيل هو هالحل المثالي وهل في بديل للترحيل؟ تنشوف مع زياد. بونجور. بونجور اهلين. اهلا وسهلا فيك بلبنان. على كل حال ميرسي. جاي من امريكا على لبنان على ازمه كثير كبيره. لا انا عايش بلبنان. كنت عايش بامريكا من زمان. ولكن ازمه كثير كبيره بلبنان، والمشكله الاكبر انه بلشنا يمكن نتعود عليها للاسف. يعني اللبناني بيتاقلم مع كل شيء، بس ما كنا معتقدين انه معقول يتاقلم مع الزباله. فلازم لازم نقوم، لازم نرجع نعمل شيء، لانه يعني عم يخدرونا يمكن او عم بيعطونا حلول ما بعرف قد ايه مستدامه او قد ايه رح تقدر تكون مفيده على المدى الطويل، او حتى اذا كانت ستحقق على المدى القصير. شو رايك؟ لا اول شيء لا ما بيجوز انه نتاقلم مع ازمه النفايات، بعدين ما بظن رح نقدر نتاقلم معهم لانه النفايات تراكميه. يعني اليوم كل ما بنتاخر كل ما بتزيد الزباله علينا. موضوع الترحيل هو شيء كثير مؤسف انه نقدر نوصل على هالخيار هيدا. صار لنا فتره هيك شوي عم نشوف اذا في شيء حدا بالعالم ثاني اعتمد هالخيار، نحن رح بنكون كتر خير الله اول بلد بيعتمد هيك خيار، ان شاء الله ما نوصل عليه يعني، لانه مكلف وغير مجدي اقتصاديا كمان. ان شاء الله ما نوصل عليه يعني من اسبوعين كان خلص الحل واتي يعني بعد ساعات. لا بعد في كثير غموض بموضوع وين بدهم يروحوا، قديش بدها تكون الكلفه، كيف بدهم يروحوا. يعني اليوم صرنا سامعين كذا مره انه بدهم يفرزوا النفايات قبل ما يرحلوها. بتصور تاخروا كثير. ايه بس اذا فرزناها اليوم ما بقى في لزوم نرحلها، يعني من الناحيه التقنيه اذا لحقنا وفتنا بموضوع الفرز ما بقى في لزوم نرحل، ليش بدنا نرحل؟ هي مشكله الترحيل انه كانت الزباله صارت كثير قديمه ما بقى حدا يقدر يمد ايده عليها، خلينا نشوف اذا في حدا بيستقبلها مثل ما هي. وهذا اللي بعتقد ما لقينا حدا بالعالم يقدر يعمل هالشيء. برضه الايام الجايه هي بغض النظر عن الظروف ومين بيقبل ومين ما بيقبل والمواضيع السياسيه والى اخره، اذا كلنا متفقين اليوم انه بدنا نخلص من الازمه اليوم تنرجع نبلش عن جديد ونشوف كيف بدنا نحل المشكله من اصلها، شو بيكون الحل؟ الحل هو انه نعتمد لا مركزيه اداريه بمعالجه النفايات، يعني كل منطقه لحالها بجمعوا بعضهم اربع خمس بلديات عشر بلديات اتحاد بلديات بينشئوا مصنع معالجه تابع لهم. هو العمليه كثير هينه، منا بهالعواصة اللي الناس مريت عم تتخيلها. المشكل منه مطروح بها التعقيد يلي شوي بين بالاعلام. لكن هالشيء ما عم بيصير حتى، يعني في بلديات هي عم تفرز. نعم. في بلديات ابدا منا فايته بهالبروجرام، يعني مزبوط. وحتى لو كانوا المواطنين بدهم يفرزوا زبالتهم ما بيعرفوا كيف بدهم هن يرحلوها من بيوتهم. اليوم يعني صار في كثير مواطنين عم يضغطوا على البلديه تبعهم انهم يفوتوا بهالبروجرامات ويبلشوا يعملوا فرز ويوقفوا، اهم شيء يحرقوا النفايات. نعم. لانه حرق النفايات هو كثير مضر، يعني ما فينا نشدد كفو قديش لازم يتوقفوا وينتنعوا عن حرق النفايات، لانه بحرقها عم بكبوا مواد مسرطنه بالجو بتضاين 9 ل 15 سنه بيرسيستنت. يعني هيدا شيء مش مقبول ابدا، يعني حتى لازم يصير في تحرك من الناحيه القانونيه انه اي بلديه بتحرق يتاخذ بحقها اجراءات قانونيه. اليوم كمان الحديث انه حتى لو كان في فرز للنفايات وين بدها تروح فيها البلديات ما في طرق للمعالجه. كمان مش مزبوط. لحسن الحظ انه الصناعه اللبنانيه كلها موجوده انها تقدر تعيد تدوير تقريبا 80% من النفايات اللي يتم فرزها حاليا بالوضع القائم بلبنان. يعني ورجعنا برمنا عليهم وقت ما بلشت الازمه، في عندنا مصانع ريسايكلينج للبلاستيك بجميع انواعه، للورق والكرتون بجميع انواعها، حتى تصور انه في عندنا مصنع ريسايكلينج لدويليب السيارات بلبنان. نعم. بيرجع بيعمل منه بلاط واشياء. البنيه التحتيه الصناعيه موجوده بالبلد. المشكل هو كيف نحط الخطه اللوجستيه انه نوصل هالمواد لهالمصانع هيدي بكل بساطه. هلا كمان كيف نحط الخطه اللوجستيه، كل الاختصاصيين يلي مرقوا على هالبرنامج بالتحديد بالنسبه لهم واكيد بالنسبه لك واضحه الخطه كيف بدها تكون، ولكن العقبات هي عقبات يعني سياسيه، عقبات ما بعرف مصلحيه، شو الموضوع؟
بدي كان اقول خلص قلتهم انا كلهم. رح نشوف صور على كل حال، كمان جبت لنا اياهم معك، صور مش حلوه اكيد ولكن لا هو صور هو حل بديل طرحناه بمنطقه انتلياس. لا صور حلوه لك يلي هي فيها عنده النفايات كانت كثير قديمه وكانت بلش تطلع روايح وكانت عم تأذي، كان في مدارس حواليهم كانوا كثير عم ينزعجوا من الريحة، وكان هو حل انه يا هل ترى بنرحلهم هول ولا ما بنرحلهم. بقى اقترحنا ميثود يلي هي سميناها بالانجليزي رابت ممبرين ميثود، يلي هي انك تقدر تخمر هالنفايات محلها. نعم. تحافظ عليهم اول شيء، ما تشتي عليهم الدنيا وتخلط وتنخلط المي مع المواد العضويه. الطريقه هي انهم يتغطوا بممبرانات بلاستيك، ينحطوا محلهم يتحملوا ضغط الشتاء والهواء والعواصف والامور هيدي، وننطرهم لازم يمرق عليهم 3 اشهر صيفيه لانه حراره الصيف بتسرع تخمر هالمواد. لما هالمواد تتخمر وتخلص نرجع منشيل الممبرانات ومنمرقهم على خط للفرز. نرجع منشيل البلاستيك والتنك والإزاز، كله ما راح يتأثر بعملية التخمير. يعني تجفيف التخميرة وتجفيفها بيساعد انك تهيني بفرزها بدل ما ندفع، لانه وصلنا لمرحله ما بقى الفرز هلا هين. ايه يعني اذا حدا عم بيشوف بالصور هون بتشوفي انه صارت الزباله كثير مع انخلطت يعني. بعدين طريقه نقلها هي كمان من الاساس، طريقه نقلها لما بنضغطها بالكميين وبنعصرها كلها بصير صعب انك تفرزيها. الاكياس اللي عم نشوفها يعني الاكياس البيضاء الكبيره اللي عم ينوضع فيها الزباله هي كمان لا هيدي ما بتخمر، هيدي استيتيك شويه لما تشوف تكون وتشت الدنيا وتبعثر هالنفايات بالارض. المشكله انه اذا عبيناهم بكيس ابيض وثاني يوم شو بدنا نعمل؟ بده يرجع يجي زباله، بدنا نرجع نعبيها، وين بدنا نروح بكل هالكيس البيضاء؟ صار عندنا تلال بيضاء يعني. صار عندنا تلال بيضاء. المشكله انه لازم باسرع وقت كل بلديه تبلش تعمل خطه لتبني ولنه بنيه تحتيه بطريقه طارئه انه نفرز. اذا الترحيل دون معاقبات والترحيل منه يعني هالقد هينه بنعبيهم وبنمشي فيهم؟ لا الترحيل اول شيء من الناحيه الاخلاقيه، الترحيل شيء كثير يعني لا ما في عقل بيفوت فيه يعني انه تصوري انت تصوري خلينا نقيسها على ماكرو ليفل على ميكرو ليفل يعني انه حدا يشيل زبالك من قدام بيته يجي يكبهم قدام بيتك، واحد عم يشيل زباله من بلده يروح يكبهم عند بلد ثاني. بعد ما صايره يعني بعد ما صايره بالعالم لا وكان المبدا انه في بلدان عندها معالجه للنفايات ما عندنا اياها نحن، فعشان رح نبيعهم اياهم. لا يا ريت هيدا لا ما رح نبيع شيء ورح بتكلفنا كثير. كمان باحدى الحسابات اللي عملناها اذا بدنا نرحل النفايات وحسبنا وقتها انه $250 كلفه الطن، بدنا نرحلهم على 18 شهر لانه في 18 شهر هي المده الزمنيه يلي عطيوها لحالهم تنبني بنيه تحتيه مرادفه تنبلش نستقبل النفايات الجديده. رح ندفع بهال 18 شهر اكثر من كلفه انه نبني بنيه تحتيه لكل لبنان تتعالج نفاياته. وهيدي على العمر يعني. هيدي راحت ايه يعني هول هال 18 هالمصاري اللي بدنا ندفعها بالفرنساوي بيقولوا لها افون بيردو يعني راحت مصاري خسرناها ما كان عندها اي مردود الا انه شالت النفايات من الهيدا. ولما عرفنا انه بدهم يفرزوا النفايات قبل ما يرحلوها يعني انا بعتقد اليوم كحدا بيشتغل بهالفيلد هيدا اذا بدنا نفرزهم خلينا نفرزهم ونتركهم هون يعني بنحطهم شي محل عملنا أكيد شغل يعني اكيد ما يعني مش ضروري نطمرهم هيك فرزناهم فينا نلفهم ببلاد ونحطهم بمحلات باركينج اذا بدك تاكلنا عملنا البنيه التحتيه بنرجع بنجيبهم ونقدر نرجع نعالجهم. خاصه انه رح يبقى 10 او 20% من الزباله مبدئيا هلا يبقى 10 20% يعني الباقي كله بيتدور. ايه ما رح نغص فيهم ال 10 20% مش مشكله. بس اليوم تيجي تدفعي $500 مليار تترحليهم تخسري $500 مليار ب 18 شهر بينما انت تبني بنيه تحتيه لكل البلد مش عم بحكي بس بيروت وجبل لبنان، عم بحكي كل محافظات لبنان ما بتكلفك 400 مليون. بدنا كيف صار معنا هالقد مصاري يعني لحتى بس نكبهم؟ ما بعرف هيئتهم نايمين نكبهم بالماء يعني بالزباله. بالوقت اللي بعد شوي رح نحكي على كل حال عن الضمان الاجتماعي من بعد هالمقابله بماي رايتس ونشوف انه الضمان الاجتماعي